عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ. تفضل. الله يكرمك، أنا بحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك الشيخ، كنت عندي سؤال كده معلش. تفضل. حضرتك كنت بتقول إن صلاة التهجد مش بدعة، صح؟ صلاة التهجد مش بدعة؟ وفي أحد في المسلمين قال صلاة التهجد بدعة؟ في مسلم يقول صلاة التهجد بدعة؟ في شيخ هنا برضه يعني فاهم في الدين وكده بيقول صلاة التهجد بدعة عشان النبي بدعة ليه بس؟ ده ربنا قال للنبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ماشي، ما انا بقول له كده، بيقول لي هو التراويح هي التهجد، هي قيام الليل، هي كل حاجة. ما في المشكلة، ما سماها الله ماذا؟ التهجد لوحدي بعد ما تصلي التراويح وتصلي تاني بيقول لي ده بدعة عشان النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر فيه ساعة يا أخي، الأمر فيه ساعة. من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، وقد قال الله الليل فتهجد به نافلة لك. إذا كان يقصد الاسم في اسم التهجد أولى من اسم التراويح.